افترى فرة شرا يرى الذهب بالجرام والعمل بالذرة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا أهلنا أموالنا مزارعنا متاجرنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا امكثوا يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لجهنم 70,000 زنا مع كل زنام 70,000 ملك يجرونها لمن؟ لي ولك والأختي والأختاك والأبوي وأبوك وجاي وجاره عياذ بالله والعياذ بالله هذا كيف كيف نقد إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ وتعلق العبد تفرغ العبادة أمر صدر غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت يدك شغلة ولم أسد فقرك من أمسى وهمه الدنيا فرغ الله شمله وجعل فقره بين عينيه قال النبي عليه الصلاة والسلام ولينا من الدنيا إلا ما كتبه الله له ومن أمسى همه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غنى في قلبه وقال الدنيا تأتيه وهي راغمة من كانت الدنيا همه ألزم الله قلبي أربع خصال هما لا ينقطع منه أبدا وشغلا لا يتفرغ منه أبدا وفقرا لا يبلغ غناه أبدا وأملا لا يبلغ مداه أبدا قال هناك يعني وإن تركض فيها كركب الوحش بالبرية تعالى يقول عبدي خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركب الوحش بالبرية وكنت عندي مبهوتا وهذه الدنيا التي قد فاخر فيها ونعمل ونترك زهرة أتعاظ ربها أنها زهرة بس ولا تمدن عينيك لا ما متعنا بأزواجا منهم زهرة الحياة الزهرة وهذه النبات تجني من هذه الزهرة ثلاثية والبعية والمحلة ولا تمدن عينيك إلى ما أمتنا بأزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه قال أحد الصحابة إن الدنيا قد ولت حذا مع باقي منها إلا صبابك صبابة الإناء وإنكم انتقلون لا دار لها ولا لها قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الدنيا على الآخرة كمثل الرجل يوضع أصبعه باليم بماذا يرجع بلد هذا الكلام نقترم هذه الفرصة هذه الساعة يعني حتى المغيب لأن فرصة قد يعني قد مشينا يعني قد وعظونا الناس كثير بهذه ما شاء الله بهذه يعني المواعظ بهذه المشاعر هذا اليوم أفضل يوم هذا اليوم حبيب الكرام نمشي يعني إذا قلنا ما شاء المشرفين نخرج بالذكر حتى تغاب وكذلك أينما كنا ونحن بالذكر قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ساعة تمر على ابن آدم لم يذكر الله فيها إلا كانت عليه حسرة وندامة يوم القيامة الحرب أن الذكر جهاد الله النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أدلكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من فق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أخوة آية في القرآن
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر إلى أيمن منه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فينظر إلى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. قال يعني وينظر إلى ما بين يديه فلا يرى إلا النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة. يا رجل يقول: يا رسول الله، يا رسول الله دلني على دعاء أدعو به. قال: اللهم إني أعوذك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كالتهاب عليه القطع الأقران. لابد نستغل هذه الفرصة، وأينما كنا نكون ذاكرين من الله. وتعالى قال: ولا تنية في ذكري وجزاكم الله خير. وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وجزاكم الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير.